إيرناني كريسبو من سيتفوق على الآخر. هنا خطأ في هذا المكان. الكرة في المرمى، الكرة في المرمى. 10 دقائق فقط كانت كافية لأن يتقدم الطوفان عن طريق أولونغا. أولونغا يفتتح التسجيل لتحيل، حتى وأننا لم نصل إلى العاشرة، لم نصل إلى العاشرة عند الدقيقة 9 في شوط المباراة الأول. بعد الضغط اللي استمر وبعد الضغط اللي تواصل أتى هدف المباراة الأول بعد خطأ في التمرير بهذه الطريقة. كيف تخطئ، كيف تخطئ في هذا المكان أمام تحيل، أمام الطوفان؟ ممنوعة هذه الأخطاء، لأن أخطاء كهذه العقاب سيأتي سريعا. مباراة كرة عند روبن سيميدو، روبن سيميدو، فيدريكو فرنانديز يتقدم. أولونغا، أولونغا في مواجهة المرمى. أولونغا، 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 الله! انتهى الشك، انتهى الشك. عاد الطوفان إلى القمة حيث مكانه، انتهى الشك. وهذه هي الكرة الطويلة خلف الدفاع من الأرجنتيني إلى الكيني. أولونغا من الصعب إلا يضيع في هذا المكان، وبالتالي الهدف الثاني، الهدف الثاني لتحيل. أولونغا ترك وحيدا، غابت عنه الرقابة، ضرب دفاع نادي قطر، وبالتالي سجل تحيل الهدف. يمر الكرة في الجهة اليسرى، انطلاقة الآن. صهيب يتقدم، يحاول، هذه فرصة وهذه محاولة. صهيب مر، تقدم، الكرة العرضية والكرة في الهدف الثالث، الهدف الثالث لتحيل عن طريق خالد محمد. خالد محمد يوقع على الانتصار المستحق لتحيل ويسجل الهدف الثالث. ثلاثية لفريق السيد إيرناني كريسبو، ثلاثية لفريق السيد إيرناني كريسبو. هذه هي الإعادة وهذه هي الكرة التي مر من خلالها صهيب، وبعد ذلك أرسل كرة عرضية والمتابعة من خالد الذي ينجح أن يسجل الهدف الثالث. في تنفيذ ركلات الجزاء، بدر بنون يتقدم، بدر بنون يسجل الهدف، يسجل الهدف الأول لنادي قطر في آخر لحظات هذه المباراة. ومعها مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، تأتي صافرة نهاية شوط المباراة الثاني.